السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل النهاردة أكلة صعيدي 100%. والدي الله يرحمه كان بيعملها، انا حاولت افتكرها والله مش هكدب عليكم، وبحثت كتير عشان الاقي حد عملها او حد بيعملها، صعب جدا. هعمل الطاجن فريك الصعيدي، مش الفريك المفلفل، ده فريك بيبقى بالصوص بالطماطم والفلفل والبصل، وبيتغمس او بيتاكل بالمعلقه، ما بيبقاش فيه سوري، طاجن لسان العصفور. فريك ايه؟ حقك عليا. طاجن لسان العصفور الصعيدي، طاجن لسان العصفور الصعيدي. خلاص حبايبي، ممكن برضه تعملوا له الفريك بس هو بلسان العصفور. هنعمل ايه؟ انا جبت نص كيس، اللي هو كيس ابو 400 جرام ده، جبت نص كيس لسان عصفور. ماشي، لو حاسه انه كتير حطي نصه بس، يعني ده 200 جرام، ممكن تحطي 100 جرام، 5 معالق. ماشي، حطيت كيلو ربع طماطم، بصوا خشن ازاي، ممكن تقطعيها بايدك بس بصراحه عشان انا الدنيا سهله يعني عندي وسريعه ومستعجله، ما قطعتهاش بايدي، انا فرمتها فرمان خشن فين في الكبه. بصله كبيره كبيره، بصله كبيره او بصلتين كبار، بصله كبيره قد كده، بصوا قد كده، هي جمالها في البصل، روحها في البصل، من غير توم، فلفلتين رومي خضر وفلفله حاميه، دي اختياري، الفلفله الحاميه دي اختياري، يعني يا ممكن تحطيها ما تحطيهاش. ماشي، وكيسين صلصه عشان انا عايزه صوص فيها، عايزاها بمعنى صح انا بسبكها بسبكها. خلاص، احنا دلوقتي حبايبي وعلى النار بقى زيت او سمن زي ما انت عايزه، وهنحط يا اما شوربه يا اما نحط ميه. هنا ده الزيت والسمنه، هنزل عليهم البصلايه، انا حطهم على نار هاديه. خلاص، هدبلهم لحد ما يصفروا، عايزاهم يصفروا، هو زمان كانوا بيسبكوها يخلوها تحمر، احنا دلوقتي طبعا لا مش هنخليها تحمر. في ايه تاني بقى انا عاملاه؟ انا مشغله الفرن من شوفوا، من قبل ما ابتديت احضر في الحاجه دي وانا شغلت الفرن على درجه حراره 200. وعملت ايه تاني؟ بصوا الطاجن الصعيدي حطاه على نار، ماشي، حاطه تحتيه طاره وحطاه على نار، انا عايزاه سخن. ماشي، عايزاه ايه؟ سخن. خلاص حبايبي، عشان لما احط فيه الحاجه تبقى الحاجه سخنه، اوعي تكوني بتعملي طاجن وتروحي منزله فيه الاكل بارد، يعني هو يبقى بارد والاكل سخن وتدخلي الفرن، هياخد وقت كتير في السوا لحد ما يسخن، فلا انا عايزاها سخن والفرنه تبقى سخنه. خلاص، هفضل ورا الحلوه دي بس لحد ما تشرب ميتها وتبتدي تصفر، وهنرجع مع بعض تاني. هنا انا حطيت ربع معلقه فلفل صغيره وملح، هقلبها مع البصله. عايزه تحطي ماجي في الاثناء دي حطي، بس انا مش هعملها بماجي خالص. ماشي، مش بستخدم ماجي الا في النادر جدا جدا جدا، يعني حط تحت جدا جدا دي 90 خط. هبتدي برده اقلب، لسه بصوا لسه، بس معلش لسه شايفينها زي ازاي، بصوا قربها، شايفين لسه ما اصفرتش، عايزاها تصفر، دي لازم تتصفر. بصوا يا قلبي شايفين احمرت ازاي، انا بعمل تسبيكه، بعمل تقليه. وهنزل بالفلفل، لو مش عايزه فلفل خلاص، بس الفلفل بيبقى حلو جدا معاها، هنزلي بالفلفل برده ياخد تقليتين معاه، بس الالوان حلوه ازاي. في الوقت ده انا بسخن ميه او شوربه حسب ما انت هتحطي في الاخر، هو دي كانت بتحطها ازاي، بس لازم تكون حاجه برده سخنه والطاجن سخن والفرن شغال. خلاص يا قلبي، هنعمل كده، ناخد بس تشويحه معاه كده، وهننزل بالطماطم المتقطعه او المفرومه فرم خشن. احنا بنسبك يا جماعه، انا بسبك النهارده، مش بعمل اكل ني في ني، بسبك تسبيكه كامله. ده بقى هغطي عليه، عايزاه يتسبك خالص زي ما بيقولوا كده، الاقي السمنه والزيت طلعوا فوق كده، ودي تقلت وركزت، فهمتوني ازاي؟ انا عايزاها متسبكه. خلاص، لسه مش هحط الصلصه دلوقتي، هحطي عليها النار وتسبق ربع ساعه كده تتسبك. بصوا يا حبايبي كده، لسه برده ما تسبكتش، لسه ما تسبكتش قوي. ماشي، هننزل عليها بمعلقتين صلصه ثلاثه، طبعا عارفين انا بستخدم اكياس صلصه، عندك طماطم في مش محتاجه، بس الصلصه هتخليها طعمها حلو، بتخليها لونها احمر. ماشي، عشان في يقولي طب ليه انت كده طماطم وصلصه، الصلصه بتخليها حلو، احنا عايزينها فيها صلصه كتير. خلاص، ونحط بقى الملح والفلفل، معلقه سكر، هنحط بقيت نص معلقه الملح ونص معلقه الفلفل ومعلقه سكر. ماشي، عايزه تحطي شوربه، خلي بالك انا عن نفسي هحط ميه النهارده، مش هحط شوربه. خلاص، هحط التوابل فيها بقى واقلبها، واسيبها برده تغلي غلوتين كده، تثبت غلوتين، نشوف هنعمل ايه كده. خلاص، بصوا كده بقى، هنزل بقى ايه؟ لسان العصفور،
قولي لسان العصفور اقل، انا عايزه كده لسان العصفور يبقى اقل من الصلصه. بصوا انا عايزه كده لسان العصفور يبقى اقل من الصلصه، الصلصه هي اللي تبقى كتيره زي ما بقول لك. هو في ناس بيغمسوه وفي بيتاكل بالمعلقه. هبتدي انزل بميه مغليه واحنا مسخنين الطاجن، مسخنين الفرن ياخد غلوه. بيلكوا كده احسن، انا ايدي لهلبت يعني. بصي كده ياخد غلوه. ظبطنا الملح، ظبطنا الفلفل، حطينا معلقه سكر. لو هتحطي شوربه حطي شوربه، عايزه ماجي حطي مكعب ماجي. يغلي، مجرد ما يغلي ننزله في الطاجن سخن وندخل في الفرن. هو بيبتدي يغلي ان الميه سخنه، الشوربه لازم تكون سخنه. افضيه في الطاجن واوريهولك. ادي يا حبايبي نزلته في طاجن صعيدي او طاجن من الفخار، اي طاجن فخار عندك او طاجن بايركس. بصوا الميه كتير ازاي، بصوا انا عايزه الميه كتير. بصي هتبصي كده، ايه ده، هو فين لسان العصفور؟ انا عايزاه كده، عايزاه بالمنظر ده، ان دي زي ما بيقولوا دي نوع من انواع الطبيخ. ماشي يا حبايبي، دي حاجه تقليه اسمها تقليه لسان عصفور. يدخل الفرن يشرب ميته ويبقى عامل زي فيه زي الصلصه زي المتسبك كده زي الخضار. بس هدخله الفرن حبايبي 200 رف بصل. طاجن لسان العصفور حبايبي اهو بعد ما خرج، بصوا المنظر شايفينه بيبقبش ازاي. بصوا بصوا اهو شايفينه، يبقى لازم يبقى كده. بصوا شايفينه اهو، لازم يبقى بالمنظر ده، مش مفلفل يا جماعه، لازم يبقى فيه صوص كده. بصي لازم يبقى فيه صوص كده بالمنظر ده. صعيد عارفينه، بيتاكل بعيش، تاكل لوحده بالمعلقه وطعمه جميل جدا. هو ده اصله، بيتعمل في الطاجن كده. يا رب تجربيه ويا ريت فعلا تعمليه. وبحبكم قوي قوي، انا حنان رمضان.